موضوع الدرس سننجز مراجعة ودعما في كل ما تلقينا على مستوى علوم اللغة، خاصة في المجزوعة الأولى المعنونة بالشعر العربي بين التعبير عن الذات والجماعة. في البداية لاحظوا أن المعارف أو أن درس اللغة العربية نتحدث عن مسألة البناء، بمعنى أن ما تم تلقيه على مستوى الجذع المشترك فالجذع المشترك آداب فهو مفيد جداً على مستوى درس الأولى بكالوريا، ومفيد جداً كذلك على مستوى الثانية بكالوريا. بالتالي لا نتحدث عن القطيعة. ما سنقوم به اليوم يفيدكم جداً على مستوى درس درس البكالوريا مادة اللغة العربية. لا يمكن إن تحليل القصيدة دون الإلمام بهذا العلم أو علم العروض حتى تتمكنوا من كتابة بيت كتابة عروضية بغاية معرفة البحر الذي نظمت عليه القصيدة. إذن درس اليوم سنتعرف على أساسيات علم العروض. إذن لاحظوا في البداية أن علم العروض هو علم أو هو مجموعة من قواعد ضابطة. ما دور علم العروض؟ به يعرف صحيح الشعر من فاسده. هذا هو دور علم العروض. به يعرف صحيح الشعر من فاسده، أي بعد أن ينظم الشاعر قصيدة نأتي بالقصيدة ونخضعها لهذه القواعد الضابطة، فنقول أن هذه القصيدة صحيحة على مستوى العروضي أو خاطئة. إذن بهذا المعنى. جميل، ننتقل للكتابة العروضية. لاحظوا أهم قاعدة في الكتابة العروضية هي ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. واضح؟ إذن هذه هي القاعدة العامة التي تنظم مسألة الكتابة العروضية. بموجب هذه القاعدة هناك حروف تزاد وهناك حروف تحذف. واضح؟ إذا لاحظوا هنا وجب أن نميز بين الكتابة العادية الإملائية والكتابة العروضية. من بين الحروف التي تزاد مثلا، لاحظوا في هذا في الكتابة العادية هكذا، عروضيا تصبح هكذا. لما؟ لأن تنطق هذا، لكن تكتب هكذا. في الكتابة العروضية تكتب هكذا لكن. ولاحظوا الكثير من المتعلمين يخطئون ويكتبون في الكتابة العادية لكن بهذا الشكل. كلمة الله مثلا تكتب عادية بهذا الشكل، عروضيا تكتب هكذا الله. إذا كذلك داود تكتب هكذا لكن عروضيا تكتب هكذا. لما؟ لأنها تنطق داود، يا داود طاووس، لكن الكتابة العادية بهذا الشكل. هذه مثلا كذلك، هذه تكتب هكذا، عروضيا تكتب هكذا. إذن دائما وجب أن نعلم أساس النطق. بالتالي فالنطق السليم هو الذي يؤدي بنا إلى كتابة سليمة. كذلك مما يزاد في القافية في الأخير حرف الإشباع أو حرف المد، كذلك نزيده هنا وما إلى ذلك. كذلك فك الإدغام مثلا في رقة، رقة كتابة العروضية تكتب رقة هكذا، أي أن الحرف الأول يأتي ساكن والثاني يأتي متحرك. دمر مثلا، دمر هكذا تكتب عادية، دمر هكذا. إذن نفك الشدة هنا. إذن أهم قاعدة وجب الانتباه لهذه المسألة. وستلاحظون أن هذه المعارف طبعا قد تلقيتموها على مستوى درس في الجذع المشترك طبعا آداب. وفي مقابل ذلك هناك حروف تحذف. من بين الحروف التي تحذف الألف في الأسماء العشرة، في الأسماء العشرة مثلا عندما نقول دائما نجد الواو وابن هكذا، عرضيا وابن هكذا، واسم إذن واسم واسم فلان زيد تكتب واسم هكذا،
إذن يحذف هذا الألف. كذلك في القمرية والشمسية نقول الشمس هكذا، لكن عروضيا تكتب الشمس. إذن بمعنى أن هذا الألف واللام يحذف. ما السبب بحذفه؟ هذه القاعدة، ما ينطق يكتب، ما لا يكتب، ما لا ينطق لا يكتب. نقول القمر، نقول القمر، إذا أضفنا هنا واو سنقول والقمر، والقمر. إذا لاحظوا والقمر، إذا هنا حذف هذا، حذف هذا الألف. إذا دائما إذا هكذلك في أمر ثلاثي واخرج تكتب هكذا، هكذا الكتابة العادية، لكن عروضيا تكتب واخرج، واخرج هكذا. إذا عموما ركزوا جيدا على قاعدة ما ينطق يكتب، ما لا ينطق لا يكتب. إذا هذا هو أهم عنصر في هذا الباب. إذا نمضي، إذا لاحظوا فقط هذا على مستوى التذكير، وإلا فإن هذه المعارف قد تم تلقيها في مستوى الجدع المشترك آداب. ننتقل للمقاطع العروضية. المقاطع العروضية عددها 6، وهي هكذا، إذا نرمز لها هكذا. ما اسم هذا الرمز أو هذا المقطع؟ واضح؟ إذا هذا يسمى سبب خفيف، هذا سبب ثقيل، هذا وتد مجموع، هذا وتد مفروق، هذه فاصلة صغرى، وهذه فاصلة كبرى. واضح؟ وهي التي نجمع في قولنا لم أرى على ظهر جبل سمكة. واضح؟ إذا لاحظوا، إذا هكذا حتى تنتظم الأمور عندنا، وبالتالي العلم بهذه المقاطع. إذا هذه هي المقاطع العروضية. إذا لم كقولنا مثلا هنا، قد نقول مثلا من بين الكلمات التي تتكون من حركة سكون مثلا قد نجد في، بل، هل. واضح؟ حركة سكون هنا، هذه حركة أقصد وليس حركة سكون. السبب الثقيل يتكون من حركة. لم أرى، أرى مثلا لك، بك مثلا، بك حركة. على مثلا مثلا نجد إلى، إلى مثلا، نعم، ظهري، سوف، فوق، تحت. إذا تلاحظون حركة سكون حركة. في جبل نجد مثلا لعبت، مثلا لعبت، ذهبت، وغير ذلك. في سمكة نجد مثلا شجرة أو شجرة وما إلى ذلك. إذا ما يهمنا أن هذا الرمز يسمى حركة سكون، حركة حركة. إذا هذه هي المقاطع العروضية وعددها 6، وهذه المقاطع 6 هي التي تشكل لنا التفاعل. إذا وجب معرفة هذه المقاطع. لما؟ لأن عند حديثنا عن التفاعل لا بد من العلم بهذه المقاطع حتى نعرف التغيرات التي تطرأ عليها. إذا نمضي مباشرة للمقاطع. إذا لاحظوا أنه في غياب هذه الأسس فإنه يصعب علينا أن نضبط هذا العلم الطريف، وهو علم العروض. وكثيرا ما يجد الطلاب صعوبة في فهمه، لكن الاعتماد على هذه الأسس والمرتكزات فإنه سيسهل عليكم إن شاء الله فهم الدرس بسلام. التفاعل، لاحظوا بالنسبة للتفاعل هناك تفعيلتان خماسيتان. واضح؟ وهناك ثمانية تفاعيل سباعية. ما معنى خماسيتان؟ أي أنها تتكون من 5 أحرف، ثمانية وسباعية أي تتكون من 7 أحرف. فأما الخماسيتان فعندنا فاعل
إذا لاحظوا أن فعول تتكون من ما اسم هذا الرمز؟ من يذكر؟ هذا الرمز هو وتد مجموع وهذا سبب خفيف، بينما فاعل تتكون من سبب خفيف ووتد مجموع. أما التفاعل أما التفاعل الثمانية الأخرى فهي مفاعيل مفاعلة فاعلة فاعلة عندنا كذلك متفاعل مستفعل ومستفعل ومفعولات. إذن هذه هي التفاعيل التي تتكون من سبعة أحرف. لاحظوا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. إذن هذه التفاعيل تسمى تفاعيل ثمانية. إذن طبعا ستلاحظون هنا قد يسأل بعضكم لما فاعلات وفاعلة، لاحظوا أنها تختلف على مستوى المقاطع العروضية. ففاعلة تتكون من فاعلة، بينما فاعلة تتكون من فاعلة. بمعنى عندنا هنا سبب خفيف وتد مجموع سبب خفيف، بينما هنا وتد مفروق سبب خفيف سبب خفيف. الأمر نفسه في مستفعل ومستفعل. إذن بهذا المعنى بالتالي وجب عدم الخلط، ولكل بحر التفاعيل المناسبة له. إذن هذه هي التفاعيل، وستلاحظون أن عددها 10، وهي تنقسم إلى تفعيلتين خماسيتين فعول وفاعل، وثمانية تفاعيل سباعية هي هذه كما تلاحظون. إذن دائما أركز الإلمام بهذه العناصر أساسي جدا لفهم درس العروض. وهنا أشير بالمناسبة أنكم في مرحلة الثانوي التأهيلي تتلقون ثمانية أبحر، بمعنى مسألة أساسية جدا. كم بقي؟ بقيت ثمانية. إذن نصف علم العروض على مستوى البحور الشعرية تتلقونه في مرحلة الثانوي التأهيلي، تدرسون على مستوى في مرحلة الجلع المشترك الطويل والبسيط، وفي مرحلة الأولى بكالوريا الوافر والكامل والخفيف والرمل والرجز والمتقارب. إذن بالتالي فهي ثمانية أبحر شعرية تتلقون على مستوى الفصل الدراسي. إذن من ثمة فهو عنصر أساسي. نمضي للترميز. لاحظوا الترميز ببساطة كل حرف متحرك نرمز له بحركة هكذا أو هكذا، لا بأس في الأمر. وكل حرف ساكن نرمز له بسكون هكذا، واضح؟ إذن هذه أهم قاعدة بالنسبة لي. مثلا عندي جملة التقيت مثلا، والتقيت البطلة اليوم مثلا، طلبت منك أن ترمز هذه الجملة. لاحظوا لأن حركة، انتبهوا، والتقيت هذا الألف يحذف، لما حذفه؟ لأنه لا ينطق. والتقيت البطلة، هذا الألف كذلك لا ينطق. القمرية، التقيت البطلة اليوم، واضح؟ إذن بالتالي فكل حرف يعني إذا كان حركة فهو حركة، إذا كان سكونا فهو سكون، وبالتالي الحروف التي تحذف طبعا لا نرمزها بهذا المعنى. جميل. نمضي للمحور أو ما يرتبط بالمسألة الأخيرة، وهي أقسام البيت. لاحظوا جيدا، البيت الشعري على مستوى الدفتر وجبت كتابته في سطر واحد أو في سطرين، إما على هذا الشكل حسنا، إما أن يكتب على هذا الشكل يجوز، لأن البعض عندما ينتهي الحيز لكي يتم البيت الشعري هنا يعود إلى بداية السطر. لا،
هذا الأمر لا يستقيم في كتابة الشعر، وجب أن نكتب الشطر الأول هكذا والشطر الثاني بهذه الصيغة. إذا كان الحيز لا يكفي أعتمد هذه الصيغة. إذا أكتب الشطر الأول هنا والشطر الثاني هنا بهذا المعنى، هكذا تكون كتابة صحيحة. أما أن أواصل الكتابة أو أنتقل إلى سطر آخر فهذا لا يجوز طبعا في كتابة العروضية. جميل. إذا مع أقسام البيت، إذا عندنا افتراضا هذا بيت شعري افتراضا. لاحظوا أن البيت الشعري هو مجموعة من الكلمات، هذه الكلمات تعطينا مقاطع عروضية فتفاعل، فنجد أبيات شعرية تتكون من 6 تفاعل أو 4 أو 8 أو ما إلى ذلك. نفترض أن البحر الذي نحن بصدده 8 تفاعل، أي عندنا التفعيلة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. التفعيلة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. لاحظوا جيدا هذه التفاعيل الثلاثة الأولى تسمى الحشو، تسمى الحشو. التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول تسمى العروض، تسمى العروض. هذه التفاعيل الثلاثة الأولى تسمى الحشو كذلك. التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني تسمى الضرب، واضح؟ تسمى الضرب. هذا الجزء هذا كله يسمى الشطر الأول، الأول أو الصدر أو المصراع الأول، واضح؟ كلها نفس التسميات. هنا عندنا الشطر الثاني، الشطر الثاني أو العجز أو المصراع الثاني، نفس التسمية. هذا كله يسمى بيت شعري، واضح؟ بقي أن أشير هنا إلى أن في التفعيلة الأخيرة هنا يوجد عندنا الروي، وتوجد كذلك عندنا القافية، قد تكون على كل في آخر البيت، في آخر البيت. الروي هو الحرف الأخير الذي تبنى عليه القصيدة، والقافية درس مستقل يصعب توضيحه في هذا التقديم. لما تمييز هنا؟ لاحظوا أن الحشو هنا الوجبة كذلك إلمامكم بما يعرف بالزحافات والعلل. إذا في الحشو تدخله الزحافات فقط. ما معنى الزحافات؟ الزحافات هي تغييرات تصيب ثواني الأسباب، يعني هذا هو السبب الخفيف وهذا هو السبب الثقيل. إذن هذا هو الثاني، إذن عندنا واحد اثنان. إذن بالتالي فالزحافات تدخل ثواني الأسباب فتغيرها، هذا قد تحذفه أو قد تسكنه، هذه التغييرات الممكنة في هذا الإطار. أما العروض قد تصيبه الزحافات وقد تصيبه العلل، واضح؟ إذن بالتالي فالعلل خاصة بالعروض، وهي كذلك خاصة بالضرب. العلل كذلك خاصة بالضرب، بمعنى أنه لا يصيب الحشو، لا يصيبه علة، والحشو هنا كذلك لا تصيبه علة بهذا المعنى. إذن على كل الزحافات والعلل سنستغل الوقت ونفهمها أكثر ونتمكن منها أكثر أثناء اشتغالنا على الدروس. طبعا سنتعرف على عدد كبير منها تطبيقيا، وإلا فقد تم تلقيها في درس مستقل في مرحلة الجذع المشترك آداب. حسنا، بقي أن نشير أخيرا إلى مسألة أساسية كذلك، وهي ضرورة معرفة ألقاب الأبيات. ألقاب الأبيات على مستوى الاستعمال الشعري نلاحظ أن الشاعر أحيانا قد يوظف التام مثلا، التام، واضح؟ البيت التام هو الذي يتضمن كل التفاعيل. إذا كان البحر ثمانيا نجد 8 تفاعيل مثلا،
واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. مثل طويل، طويل مثلا فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، أربعة هنا وأربعة هنا. إذا أو سداسي مثل الوافر، مفاعلة 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 مفاعلة. إذا وجدنا ثلاثة هنا وثلاثة هنا في البحر السداسي يسمى تاما، يسمى تاما. حسنا، يكون البحر، يكون البحر ثمانيا مثلا ونحذف واحدة. حسنا، تبقى عندنا بدل أربعة تفاعيل في الشطر الأول وأربعة في الشطر الثاني نجد ثلاثة ثلاثة. هذا البيت اسمه المجزور، اسمه المجزور. وإذا كان البحر سداسيا وكانت عندنا ثلاثة ثلاثة وصارت تفعيلتان تفعيلتان، هنا كذلك مجزور. إذا كان ثمانيا كتبقى عندنا ستة، وإذا كان سداسيا كتبقى عندنا أربعة. كذلك عندنا البيت المشطور، البيت المشطور يعني هذا الشطر الأول وهذا الشطر الثاني، فيتم في الكتابة الشعرية حذف شطر بكامله، حذف شطر بكامله، فيبقى عندنا فقط هذا الشطر الذي يتكون من ثلاثة تفاعيل مثلا أو أربعة بهذا المعنى. إذا فهو مشطور. إذا كان البحر، إذا كان البحر سداسيا تكون عندنا ثلاثة، وإذا كان البحر ثمانيا تكون عندنا أربعة. هنا ستتساءلون أين العروض وأين الضرب. لاحظوا أن التفعيل الأخيرة في هذه الحالة، التفعيل الأخيرة هي العروض، هي العروض وهي الضرب في نفس الوقت، هي العروض وهي الضرب في الوقت نفسه. هناك كذلك عندنا البيت المنهوك، البيت المنهوك. مثلا عندنا بحر شعري سداسي، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، بحر سداسي. المنهوك هو الذي يسقط ثلثاه، يعني يسقط إذا الثلث الأول والثلث الثاني، وتبقى عندنا فقط تفعيلتان، تبقى عندنا فقط تفعيلتان. إذا هذا هو المنهوك. إذا هذه هي أهم أسس، أهم أسس العروض عموما. التفاصيل تأتي في الدروس اللاحقة، لكن الاعتماد وفهم هذه الأسس مسألة أساسية وحاسمة في فهم القادم من الدروس. إذن آمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة. في الحصص المقبلة سنقوم بمراجعة الدروس التي تم تلقيها في هذا الباب، والبداية بالوافر والكامل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.